بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة أوتوكاد 2016 للمبتدئين. نجي الليلة للدرس رقم 25، بيتكلم عن بلوك. باختصار شديد، مفهوم البلوك هو يكون عندنا مجموعة من العناصر أو مجموعة من الأوبجكتس، نخليها تكون أوبجكت واحد. طيب، لتقريب الفهم، أول نرسم دائرة سي إنتر، خلي المركز بتاعها هنا آر إنتر، أخلي الآر 50 للدائرة الأولى، أقوم أعمل لي دائرة تاني، خلي مركزها نفس مركز الدائرة الأولى آر 20. طيب، أجي أعمل construction line هنا واحد، هنا واحد إنتر. أجي أعمل trim تي آر دبل إنتر، أشيل الخط ده وأشيل ده وأشيل ده وأشيل ده، اسكيب. طيب، نعمل من دي كوبي سي او، واحدة هنا. طيب، هاجي امسح الدائرة الخارجية دي، يكون عندي شكلين بالطريقة دي. الشكل الاول مثلا اعمل له هاتش هنا وهنا وهنا وهنا. طيب، والشكل الثاني اعمل له هاتش برضو هنا وهنا مثلا. طيب، انتر. طيب، مفهوم البلوك عندي مثلا في الشكل ده، هنا الخط ده براو والخط ده براو والدائرة براها والهاتش براو، يعني كل واحد مختلف من التاني، وكل واحد بخصائصه. ممكن يعني اغير اللاير بتاع ده، ممكن اعمل له كوبي روتيت ريموف، براو مستقل عن بقية الاشكال التانية. يلا، عندي مفهوم البلوك انه كل الحاجة دي بخليها عنصر واحد. طيب، البلوك اختصاره من لوحة المفاتيح، نضغط على الحرف بي. طيب، نقول مثلا بي، نضغط انتر، بيظهر معاي مربع الحوار ده، بقوم بدخل اسم البلوك اللي عندي. مثلا دار اسمي ده بوينت، يقوم هنا بيقول لي select objects، بقول له select، بجي بعمل له select انتر، بيظهر معاي بالطريقة دي، برجع مربع الحوار. اما ان اقول له اوكي، او اقول له داير حاجة اسمها البيك بوينت، اضغط هنا واجي اقول له هنا دي البيك بوينت بتاعتي، واقول له اوكي. كده بيكون البلوك بتاعي اتعمل. لو جينا عملنا كده بنلقاه كله شكل واحد يعني. طيب، البيك بوينت اللي اتكلمنا عنها قبل شوية، يعني محل نشيل منه الشكل. مثلا هنا لو جينا وقفنا عند البيك بوينت هنا وشلنا الشكل، بنلقاه بيتحرك معانا من البيك بوينت، يعني ممكن نحوله عن طريق البيك بوينت لمحل تاني. مثلا هنا اضغط. طيب، ده مفهوم البيك بوينت. طيب، مثلا نعمل نسخة من الشكل ده سي او، ونخط هنا. طيب، بالنسبة للشكل الجديد ده، دايرنا اعمله واعمل له بيك بوينت، وما دايرنا اختار يعني البيك بوينت، اخدت لها محل معين عشان نعرف الفهم شنو بتاع البيك بوينت. طيب، اقوم اظلل الشكل، دي طريقة تانية كمان، انا اقول له بي من لوحة المفاتيح ثم انتر، بيظهر معانا نفسي مربع الحوار. بكتب اسم البلوك اللي انا داير اعمله، اي اسم، مثلا 3M، واقوم ما اقول له بيك بوينت، اقوم اقول له اوكي،
كده خلاص هو بيقوم بيفترض لي البيك بوينت عند حقتي في الاوريجين او نقطة الاصل بالنسبة للمحورين ديل. مثلا لو جه ظللت الشكل بنيجي نلقى البيك بوينت حقتي جات هنا. طيب الشيء الثاني عندنا مثلا الشكل ده عملنا منه نسخة وقلبناه بلوك. طيب عندنا حاجة اسمها البلوك اديتر، مثلا عملنا الشكل بلوك ما بنقدر نعدل فيه من هنا، مثلا داير امسح الدايرة دي ما بقدر، داير اغير الهاتش ده ما بقدر لانه كله اصبح شكل واحد، بخلاف ده ممكن انا امسح الهاتش، ممكن امسح الدايرة دي براها، وممكن امسح الدايرة دي براها. طيب نقوم نعمل ده بلوك، نضغط ونقول له بي انتر، نقوم ده نسميه نديه اي اسم مثلا، ونقول له بيك بوينت، نختار البوينت حقته هنا البيك بوينت، ونقول اوكي. بيكون عندنا شكل بيجا بلوك، شايفين البيك بوينت محل اخترناها. طيب عشان نقدر نعدل في الشكل ده اقوم اظلله واضغط رايت كليك في اي محل، واجي اختار هنا بلوك اديتر، بيظهر معاي كده. من هنا انا ممكن اعدل الشكل بتاعي، مثلا قبل قلنا دايرين نمسح الدائرة الخارجية، بقول له كده امسح لي الدائرة الخارجية اي انتر، وتعال قول له كلوز بلوك اديتر، بتجيني رسالة بتقول لي داير تحفظ التغييرات اللي عملتها في الشكل او التغييرات اللي عملتها في البلوك ده، بقول له يس، بقول له سيف، بقول له سيف the changes to الاسم بتاع البلوك. كده خلاص اتحفظ معي، شايفين رجع شكله كالآتي. طيب مثلا انا ده في البلوك ده داير امسح الخط ده لكن ما قادر، ما علي الا اظلله واضغط رايت كليك في محل فاضي واقول له بلوك اديتر، من البلوك اديتر اجي اشيل الخط ده اقول له اي انتر، اتمسح معاي، بيجي بقول له كلوز بلوك اديتر، بتجي نفس الرسالة بتقول لي سيف ذا تشينجز تو بوينت اللي هو ده اسم البلوك اللي انا عملته، بقوم بقول له سيف، يبقى معاي بالطريقة دي. طيب باختصار شديد ده شرح البلوك بالنسبة للمبتدئين، اكرر للمبتدئين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس 25، وما تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.